미니자알팜입니다. 예. يا حبايبي، كان لازم نيجي على البامكن فاشن الصبح، ولكن للأسف كانت مغيمة. هلأ طلعت الشموسة فصحينا نيجي هون. الأشي بهاي الفارم إنه هي فيها أنيمالز وفيها حقل فلاورز الداليا، هلأ باخدكم عليه بياخد العقل، وبلس فيها كورن ميز. بس نيجي نفوت على الكورن ميز، في عندي قصة بالضحك أحكي لكم إياها. يلا جاهزين؟ لا حنفوت ونجيب تيكتس. شوفوا ايش حاطين. I don't know what it's called in Arabic. Is that you guys know? حطوا لي تحت بالكومنت داليا. سبحان الله، شوفوا كل واحدة لون وكل واحدة شكل وكل واحدة حجم وكل واحدة أحلى من الثانية. مو معقول بدي أخذهم كلهم عندي على البيت. بياخذوا العقل. هلا بدنا نكمل ونفوت على كورن ميز. انا وعدتكم انه احكي لكم قصه بتضحك. قبل شيء 5 أو 6 سنين اجينا احنا واصحابنا for the first time على كورن ميز، وحقيقه كان يوم عن جد ضحك لانه ضعنا، دخلنا وقعدنا بجوز شيء ساعتين واحنا ما لاقيين من وين الاكزت. هلا قولوا مو مشكله، انا وصاحبتي يعني كنا مستمتعين بالتمشاي وهول ثينج يعني، بس الجيزان عصبوا ونكدوا ويا لطيف. المهم يعني ما بعيدها مع جوزي ابدا. والله ياي وي ميد ات اكزت فاينلي. بدنا ننقي بامكن. لازم ننقي أحلى بامكن مشان ناخدها على البيت. يلا ساعدوني. أي وحدة بدنا ننقي؟ كل وحدة قد البلد. شو هاد؟ هاي تو بيج.
يا الله. يمكن إلي شي 20 minutes عم بلفلف وما عم بلاقي وحدة هيك حجمها يكون يعني معقول وشكلها لذيذ. تعبت. هاي يمكن. شوفوا هاي منيحة. فليتهم وحدة وحدة ولقيت البامكن بدي اخذها على البيت. هيك خلصنا طلعتنا وجبنا بامكنز. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. If you like it ما تنسوا تعملوا لي لايك تعملوا سبسكرايب كمان. نشوفكم next time بفيديو ثاني. باي. اسمعوا كنت ماشية وقعت مني البامكن وانكسرت. تجربة واحدة ثانية.